ما الحل؟ بيحكوا مو بيد المواطن. هاي القضية. خلا أوضح شيء. اليوم نظام سياسي عليه أكثر من مأخذ. صح ولا مو صحيح؟ أنت معترض عليه وأنا معترض عليه والأغلب العام من أبناء الشعب العراقي، والقضية ما عادت ذا بعد طائفي. الرفض ذو بعد وطني، يعني ابن ذيقار وابن الأنبار وابن الجنوب وابن الشمال الكل يعني معترض. نظام سياسي عندنا عليه أكثر من علامة استفهام. شنو وسائل تغيير النظام السياسي؟ واحدة من أربعة. اقرأ تاريخ المجتمع البشري من نيوزيلندا أقصى الشرق إلى كندا أقصى الغرب مرورا بكل الكرة الأرضية. أربع وسائل لتغيير الأنظمة السياسية. لو تجي قوة خارجية تغير نظام مثل ما صار مع نظام صدام حسين، وجدت أمريكا غيرت نظام. لو انقلاب عسكري مثل الأنظمة اللي تأسست في المنطقة العربية في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. لو ثورة شعبية تغير نظام سياسي مثل حركات الربيع العربي اللي بدت حرق نفسه بن عزيز بتونس وجرحها على المنطقة برمتها. لو صندوق انتخابات، أكو وسيلة خامسة تغير بها نظام سياسي؟ باكل يعني كلهم ممكن، ما ممكنات ما عدا ما عدا صندوق الانتخابات. لحظة، بالموديل العراقي اليوم لاكو قوة خارجية بعد راح تجي تغير نظام. طيب. ولا في معادلة السلاح الأفقية. مو معادلة، باب النكتة. أحد القادة العسكريين قاد عمليات بغداد أحمد سليم قبل 3 أشهر كان عنده فاتحة، عم توفى، فرحت للفاتحة لقيت هواية برتبة فريق قاعدين، فمن باب دالة طبقتهم ما بيكم ما حيسوي لنا انقلاب. كلها قالت رحم الله معيد الفاتحة وقام طرح.